استاذ خالد تفضل. مساء الخير. مساء الخير استاذ معتز، امسي على ضيوفك الذين على يمينك المحترمين. اما هذا الشخص الخارج فهذا، فانا كمواطن سعودي اتقدم الان ببلاغ للنائب العام المصري ولاعلى سلطه في البلد، وارجو ان تسمح لي. مش انت مؤمن بحريه التعبير؟ انت يعبر عن غير غلط. طيب من غير تجاوز بعد اذنك استاذ خالد، تفضل. المحترم يعرف نفسه يا استاذ معتز. تمام، بس خلينا نلتزم بقواعد الاعلام المهني بعد اذنك. اتقدم الان ببلاغ للنائب العام المصري لهذا الشخص بان يتولى النائب العام المصري ووزير الخارجيه ومعالي السفير احمد قطان بان يثبت بان اكبر نسبه جدود في العالم من المملكه العربيه السعوديه. اهو نعم، ولا نعم. 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 تمام. ما هو ده هو المسؤول عن ده، هو ده الثمن اللي بيدفع نتيجة الانطلاق والاندفاع في معلومات غير مدققة. لا الكلام موجود كويس ومنشور على كذا موقع. لا يا فندم، سيبك من نشر المواقع. أنا بس عايز أقول حاجة يا جماعة، حاجة مهمة، وبعيدا عن مداخلة الإعلامي خالد المجرشي وهو فوق راسنا طبعا. أي كلام بدر عن ضيف من ضيوفي في هذا البرنامج طبعا أنا بعتذر عنه بالنيابة عنه، وده المسؤولية تقع على صاحبها طبعا. يعني العهد على الراوي طبعا. نعتذر من فريق برنامج 90 دقيقة لكل الشعب السعودي على لا أنا مغلطش حاجة في الشعب السعودي، حاجة اتقالت ربما تكون جارحة جدا وغير مبنية على معلومات دقيقة بس.